سواء المرضية أو السنوية أو الحج أو أي كان نوع الإجازات النصوص الثانية. اليوم حنتكلم إن شاء الله عن الإجازات السنوية الاعتيادية التي أتوقع أن يتم الإلمار بها وتطبيقها حسب بعض العمل بكفاءة عالية. عشان الشخص الذي يريد السباحة هذا في يتمتع فيها الموظفين كل عام ويلزم يتمتع فيها وعدم التنازل عنها سواء بمقابل مادي او غيره. في السباحه هو كذلك عدم العمل لدى غير اثناء التمتع بالاجازه لدى صاحب عمل اخر اثناء التمتع بالاجازه السنويه. حندخل في شرح ماده الاجازه لنظام العمل الصادر للمسؤول الملكي رقم 146/46 في 5/6/1936. حيكون اليوم كلام على الاجازه السنويه فقط وليس انواع الاجازات الاخرى اللي ما حقوق العامل وحقوق لصاحب العمل. للعامل حقوق اجازه سنويه حد ادنى 21 يوم وتصل حد لا يتعدى 30 يوم ويحق لصاحب العمل اضافه ايام اخرى اكثر من ما ذكر في نظام العمل. 21 يوم تكون لما الخدمة الشهرية الوظيفية أقل من 5 سنوات فأقل من 5 سنوات. 30 يوم تكون لمن خدمته في العمل 5 سنوات فأقل. أيضاً أيام الإجازات الغير مستخدمة تصرف فقط بمقابل مالي حين انتهاء الخدمة من العمل. يحق للعامل تأجيل الإجازة السنوية بموافقة شرطا بموافقة صاحب العمل. هنا في كلمات مهمة ذكرنا جزء منها في